السلام عليكم متتبعين ومتتبعات قناتنا نانا شوبينغ اكادير، مرحبا بكم من جديد في فيديو جديد. هذه الفيديوهات انا عارفاهم كيعجبوكم بزاف، داكشي علاش حاولت نتطرق للفيديوهات والمواضيع اللي كيعجبوكم. اول حاجه كما كتشوفوا معايا فيديو بديت فيه بالمنتوجات ديال الصيف، كما كتعرفوا رحنا مقبلين على الصيف، نديروا استعدادات ديالنا الاوليه ولا خلونا نمشيو للبحر وندورو بسم الله ما خلوناش، رحنا بعدا شرينا المستلزمات ديال الصيف. كما كتشوفوا معايا هنا الكراسي انواع واشكال جميعهم كاينين في مرجان انزكان. بالنسبه لهاد لا فيديو راني درتو في مرجان انزكان، كاينين كراسي اللي دايرين فيهم تخفيضات، كاينين كراسي اللي ما دايرينش فيهم تخفيضات. المهم وتاني حاجه درتها هما شحال من واحد راسلني وقال لي علاش ما كتديريش لينا مستلزمات ديال القطط والكلاب، الماكله ديالهم لي زاكسيسوار ديالهم. دونك فهاد لا فيديو راني حاولت نتطرق الميساجات اللي جاوني، حاولت نتطرق عليهم اللي هما ديال الصيف، وحاولت نعطيكم مستلزمات الصيف، مستلزمات القطط والكلاب، وحاولت ندير لكم واحد شي انواع ديال الكادرات ولا لي كادر فوتو ديكورات للانواع والشكيلات اللي فيهم. دونك خليكم مع لا فيديو حتى الاخر، وكنتمنى تعجبكم لا فيديو، وسمحوا لي الا كان شويه السرعه في لا فيديو، راكم عارفين المرجانات وهذا كيكونوا شويه عامرين. وتاني حاجه بغيت نقول لكم هما انكم تبارطاجيو لا فيديو باش يوصل لاكبر عدد ناس ممكن، وهكا كلشي يستافد منه. وما تنساوش تخليو لي تعليق ولي لايك ديالكم كيهموني بزاف، وتخليو لي في لا فيديو شنو هما انواع ديال لي فيديو اللي كيعجبوكم، وهكا باش نكثر منهم ونزيد منهم. وشكرا للمتابعه، وما تنساوش تفرجوا في لا فيديو حتى الاخر، وهكا تعمل افاده على الجميع.